السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لي فرصة إن أنا أجرب الموقع ميدجوري، تمام؟ فاللينك اهوت، أقول له أوبن. أنا كنت دخلت على الموقع وكتبت الإيميل بتاعي، فجات لي الإنفيتيشن. فهنضم مثلا للشانل ديت، وهبدأ اقول له ان انا عايز images. تخيل image، واقول له مثلا كاسل ايجيبت، وممكن نكتب معاه ايه تاني مثلا. ماشي، فهو بدأ يعمل لي اهوت. لسه بس الجودة بتحمل. تمام، بدأت تظهر المعاني، بدأ يعمل حتى في واحدة فيهم على شكل أهرامات. لما تسيبها شوية تطلع الجودة عالية بالشكل ده. طيب تعالى نجرب حاجة تانية. image طبعا في ناس بتقول له انا عايز عربية في الهوا، في يعني وهكذا. هو مش بيدور، هو بيخترع. تمام، ممكن بقى تقول له انا عايز البيوت في المستقبل هتبقى عاملة ازاي. طبعا هو مش يروح المستقبل ويجيب صورة، هو بيحاول يكون صورة. home in future. وهكذا، هو بقى الذكاء الصناعي بياخد ثواني كده ويبدأ يفكر فيها. ممكن تقول له انا عايز بيت على هيئة قهوة مثلا. طبعا دي مش هيجيب لك التصميم جاهز، بس هيخليك ايه تفكر كده. لو انت عندك تصميم معين تبدأ تفكر فيه، او ده مثلا حاجة انا كنت طلبتها منه، فبدأ يعمل لي البيت بالشكل دوت. هوم فيوتشر بدأ يعمل شوية حاجة كده بأشكال ظريفة يعني. يعني هسيب لكم الرابط وتعاملوا بقى مع الموقع.